What's that? This? دجاج عارفي ما تعرفش الدجاجة؟ ما أعرف الدجاجة. أما شو يعمل الدجاج في التراس بتاعي؟ ناوي تعمل لي جنارو ولا باش نقلبوا القهوة نردوها روتيسري؟ ما يكفيش مرة أخرى جبت لي بهيم وتعلى فيه غادي؟ شو؟ زو عندي؟ ليه عارفي عاد؟ البارح في الليل إيش قلت لك قبل ما نروح؟ إيش حد قلت لك؟ قلت لي غدوة نعملوا ليد بول. حلو. برا قلت لك نعملوا ليد بول. جايب لي دجاج؟ يا اخي اللي تبول بشدوا الدجاجه للدواء نحلموا فيها؟ اي عارفي مالا كيفاش ترضع اولادها هي تو الدجاجه ترضع؟ لا احنا في انت الكوسيون انتلكتوال بتاعك بتاع غشير عمره عام ونص ابان زاد لا عارفي شو يرضع؟ رف ثم تشيل نعرفوها احنا صغار هي بتاع كذع بنكذع يولد ويفقس ويرضع على طوير الليل يطير الظلام طير الظلام يا قرضه يا قرضه علاه الليد بول اي يجي بالحليب البقري يزيني منك الليد بول يجي بحليب البقري معناتها اذا كان اسمه ليد فاش يجي بحليب الدجاج كيفاش مالي اذا نتبع المنطق نتاعك انت البارح قلت لي جيب ليد بول سالت عليها ليد بول الليد بول قالوا لي راهو اسمه حليب الدجاج دونك انا جبت الدجاج ماضيه هذه ها ماضيه ماضيه لا راسك رد بالك على عرس عارف نفلق راسي وشويه اللي حاطط لقده كيفك انت بجنبي قد جبت من دجاجه ثلاثه اللي عندك قدهم ثلاثه ايام معناها ميزابي زيدني رابعه ما انا هاني مروح اجوني اجوني سامحني اي جات نقول لك خويا زليل نعرفه راهو قلب كبير لا ما تعديش خذ غادي وين اقعد فهم توا انت باش ندخل يدي ولي شنو هي اي عاد هبط يا هبطها شنو هي اللي نهبط عظمه عظمه اي شبيني دجاجه انا باش نهبط عظمه يودي خطك باللازم من نسيبك الا ما تهبط عظمه قهوه جلو سليمه تو باش تحكي لي حكايه السيد اللي جاك البارح وقعدتوا نص ساعه وانتم ويت 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 بعد وصلك معاه بالكره تشبيك تحمر عليه في عينيك بك شي كتب عليه صديق وانا في بيليش شكون السيد اللي جاك البارح خطيبي شنو خطيبي خطيبك حكايه الغافل الحكايه ذي الراجل سينيه من صباته التارتوش شعره وتقول لي خطيبك وعنده جراند شيروكي نوفو موديل خساره فيا وين وانت شنو نون عليك اسمع كي تروح حط ساقيك في بارو مسخون تو تنسى نورمالي نو بروبلم مقبوله منك يا نباتشي هنا السيد هذاك يا انا ما عادش اسمي الملكي هيا خش غمض الحوايج بارو تنغمض عين اخرج زرق لك الاخرى حقا شويه لنسيت الكاميرا الخفيه قالت لك تعديلي حاجتها بيك شكون عندنا برشا عندنا وحده برك مدام زهوة اوه عليا هنفي وي عارف شوف من اليوم فصاعدا المستاري خلص شربه عم المستاري؟ اي وبالمسبق قانون جديد هذا عارف لا الحسبة بتاعه كبرت سيدي مش قلت لي صاحبي خليه يشرب قد ما يحب يشرب قد ما يحب ويخلصني كيف ما نحب قهوتك عارفي حتى بعد الكاس هذه في العادة شوية زهر حتى انت عارفي ما عندكش زهر الأيامات هيا ظهر عليا ظهرت لي كلي هكا مهموم ومتحير وداخل بعضك تبي بس قل لي انت عليه عارفي اسمع حاشم منك انا راه عندي افونس ما فيش مش افونس ايه عندي كبة كاساتير في الدار قاعدين هكاك ملوحين نجيبهم لك تسمعهم ياسر زامرة الكبة فرهد روحك اي وانا عندي ستيكة اصحنة ايه ليه بظن مش كاساتيك اللي يجيب عبد الحليم حافظ يا حسرة هاي قبار يعطيك قبار يرزيني بخيالك واهواك واتمنى لو انساك تنساك الموت وفي يوم في شهر في ثانية اي في ثانية عرفتها يزين المار يزين المار يمشي يحصل كافة الرجل عارف يلحبون تحب تخد شي اخوها تحب تطيح لك نر تمشي اختم على روحك ايه شي اخوها مش بزاف
عرفي فما الاخرى هذيا عاد قلت لهم اسكتوا هيك شنية سلمى يا سلمى انت محمود درويش خرج جاك اوكوا تشكون انت محمود درويش عرفوا محمود درويش كون ذي شاعر وشعره سالي بوافر ويلبس مرايات وكان يبدا يخبط ويقول يا احمد المنسي قوم ان التشابه للرمال وانت للازرق ازرق هو قال التشابه للرمال وانت ازرق انت ان التشابه للصخر وانت سمامه انا سمامه هذيك راهي تاع شكون مش تاع درويش تاع السيد درويش تيني السيد درويش سيد درويش شو قال لك فكك شكري عمر الحناش سلمى كعاود شوف كيك قال لك شكري عمر الحناش سيد درويش قبل ايه؟ قبره وجاي شي شكري عمر الحناش عمر الحناشي شافت له سلمى يا سلمى ما قال حياك ومكسر تشتيكتك شوف يقول لك زيد شبيك عارف كي جايبها من مخي خليني شوف لي زوج طبوات خنحط في وذنيا بيه شوف في مخك مخك في جملك خلينا نسقاو الراجل يز باهي فما الاخرى بيقول لي زي ما تعرف ايش شنو هي سيدي؟ عطى يوم مولدي عطى يوم تاع شكون؟ تاع فريد لطرش جاب ربي امك ماتت على النفاس وارتاحت منك من هالبورتلاق هالغلاق علاه عارفي؟ بين تاع شكون تقول لي انت خير لا صحيح لا هذه صحيح تاع فريد لطرش صحيحه ولا مو صحيحه؟ اي يجبد فيهم وينوح حيار على صاحبك الملوث فريد لطرش؟ اي قام من قبره؟ لا لا ما قامش من قبره قاعد يبكي عليك من القبر؟ اي شنو سيدي؟ مولدي وباهي فما الاخرى عارف هذه متاكد منها انا 100% فات الميعاد وجدت مانيش لا ماكش تاع نانسي عجر صفا ظلمني لا لا يا سيد سيد لا مظلوم تاع شكون فات الميعاد تاع نانسي عجر نانسي عجر نانسي عجر ثبت اي علاش هكا شنو علاش تعرف شو معناها؟ تعرف معناها ركبت لي الفالج غالطة؟ مش غالطة، أبعد من غالطة، أنت نبت لي شعر في الهيت تو، تو أنت عملت لي الشقيقة والتبرية بين صوابع ساقية، تعرف شكون؟ تعرف شكون؟ تاع روبي تيرات رابي برافو تيرات رابي يعيشك تاع روبي روبي تاع عروبي عروبي يجي باهي باهي تعرف شكون؟ تعرف شكون؟ تاع لطيفة تونسية بون بون ما عادش تكتب عليه؟ عليه؟ ليه؟ ما عادش نجم نعبر. اعطيني فرصة. تفضل. فات الميعاد. سمعت ويغني فيها روميكس حبوبة. روميكس حبوبة. حبوبة. حبوبة شكون؟ حبوبة الجميع. حبوبة الجميع. إي. حبوبة الجميع عمل الروميكس بتاعها. عمل نتاع نتاع فات الميعاد. لا زيد زيد حاجة أخرى. نتاع. زيد حاجة أخرى زيد. شو اسمها هذيك المغنية اللي عادوها ديما من نص الليل درج نص الليل درجين. أيوة. مادونا. مادونا تونسية. إي. مادونا تونسية. مادونا تونسية. فوالا. صحيحة. فوالا. شوف يعيشك كان جا عندي برنامج تاع مسابقات إيه؟ راك حطمت لقمة ياسين لازم يعرف انسان يشارك في شلزة توا باش نهزك بربي باش نهزك باش نعمل لك اللافاج دو سيرفو توا اي باش نحي لك اللوثة التاريخية اللي موجودة في دماغك والنهمشة الارستقراطية اللي عندك نتاع الراس نتاع نصي عزك نتاع ام كلثوم نتاع ام كلثوم مالك شكون نتاع بنت اخت بريتني سبيرس لا نتاع بنت خالت امك ددو شكوني ددو ددو اي اه لو كان يشدو صحه شيبتك مدام زهر عيطت لي مدام ازلس قل لي سليمه هاك الشبيب الحلو العزيز الغالي الفرتك اللي معاك اين توا ريحه البرفان تاعو توا تدور في القهوه قلت خطيبك نتعرف جي خطبك من الوالدين جي بلا كيفينا توا نهز التليفون ونحب نتاكد معناها النجم نجم شو ما صح رقعتها زيد جاوبني ملا اش ماشي في بالك الدنيا مصايبه محلي انا هوني من عبلة على اليمين لا على اليسار نحبك سكته تمشي عسكري طول وتروح طول وترجع طول في بالك إذا كان السيد هذيك أنا نديله هوني في بيرويا ونقوله عليك أنت شكونك ونعطيه الدوسي متاعك لما يبدأ يجري ويتلفت
وديع الماضي والمستقبل والحاضر. ملا ما تهزش راسك معايا، جلول بكله كيف نكلمه يسكت. ما تصيحش عليا مدام زهوة. والله تنقوم لك تنوريك نهزك ونمضك تحت ثقايا نوريك. ما تصيحش عليا، محسوب كبرت انت في عيني. هيا نصرف بلا ريق. قلت لك نصرف للبيع في موت موت في موت في. بالله يا هاني اخويا فهمت لي الاسميه هذه موت في. لازم مات فيها فيل، هذاك علاش اسمها موت فيل. ترى هكا مصاري عندنا فيل احنا اخر كعبه في الليل في بالي حرقهم حنا بال هاك العام لايطاليا. شنو يا هاني موت فيل مش موت فيل؟ شنو اعطيك الصحه يا مصاري. يلا غالب يا اخويا فسوسي خليكم في الدار. ايوه هاي باهي باهي كم سايبنا من الفسوسي. يقول قول لي فما شي يبيعوا في الميتيال دي. قال لك للبيع في موت فيل فيلا فخمه خمسة نجوم. يا حيوتين ولات هي هذو فهمت لي نجوم في القايلة. مساحتها 100 متر مربع وتحتوي على 4 طوابق وتحتوي على 16 قاعة، 6 بيوت جلوس، 3 مطابخ، 3 بيوت استحمام، و6 دورات مياه. ستة شنو؟ معناها في الليل ستة تواليتات. دورتوار مش خام عليه. هذوما ستة دورات مياه للفجعات. اي ما هو اللي يعمل بنيات ديما يبدا في الغسرات وفي الفجعات. عاد يلزموا ستة دورات مياه وحتى اكثر. انا الساعة اسمع انا تو ساعة حبست في مخي فهمت لالي. يبقى قلت لي المساحة الجملية بتاعها 100 متر مربع وفيها 16 غرفة و3 استحمام و6 تواليتات. هذا من كل في 100 متر. على الخوية هذيا. ايوا ولدي شوية نوت الزبير كايب. اي والمساحة بتاعها 50 متر مربع. انا هذه ما يستوعبهاش مخ. هي ما يلزموا يستوعبها مخك يا سي المستعجل فهمت لالي. ما تعرفش كون احنا عندنا عبقرية متاع بيت فهمت لالي. الشيء رباني هيك ما عندنا في الهندسة المعمارية. نتولدوا مهندسين يا سي الهاني. سي الهاني ما زلت حاجتك بدار. ماني حاشي بحتى شيء يا فهمي. ابعدني عايش لا حاشي لا بدار ولا بمخزن. ابعدني بعد السماء على الارض. تشبيه يا بنتي تلافك الجيم تاعك ونسالها عليه. والله ساعة دبرت لك في دويرة في العنبر. يقول لي فهمت لالي الدويرة في العنبر هذه فين جات يا ذهبية؟ يا لندرا في حي البغبج وإلا في حي الهجوج والميجوج فهمت لالي؟ ها؟ ذهبية القدادة اللي دايرتها خرب وشربتها قرب تدبر الهجوج والميجوج والبغبج. يا الكوستيني اللي خلاك لانتري تتقسي وتعني. والله يا سي الهاني والله والمصطفى محمد يا بتات قصاد قاحكي دبرت لك في دويرة تعمل سويسون سيسكين. هذا آه بيه مازلت تلوش في واحد تحب تلكد له الفيلا متاعك المالكي ترسل نعيش كالفصة. عمريش دخلتك في أفريت. وافت اللي مسار هي بيع مقطعة. وين جات الفيلا هذه؟ في حي الضوء. وفين جاء هذا حي الضوء؟ بحث حي ماء. وعلاش كنت اللي سماوه حي ضوء؟ ما هو على خاطر ما فيش ضوء. ما لا حي الماء على خاطر ما فيش ماء. والجواب صحيح عم مستر. باهي زيدش من جواب صحيح والفصيلات. هيا فك على قتلت راه. وقلت لك يا ذهبية بيع لي الفيلا نتاعك اللي في حي ضوء يا اخي انت ما حبيتش. بين الجرناطة بربي. الجرناطة تلقى ويجي. يموت ناخذ قرض من البنكة. بنكة. أنا بنكة، أنا بنكة، البنكة الجيعانة العريانة اللي باش تعطيك قرض. لا هكاك نو بروبليم. عندي واحد صاحبي شيف داجونس يقلب الدنيا سي مصطفى. باش يعطيك من مكتوب هذا شيف داجونس تاعك. علاه موتو يجبد من الروس. سي كوا سا؟ شو في انت؟ خد شيء. يحيى سي كوا سا؟ هات يا عزة خد شيء. هات الهوني. هات الهوني. تصوير يا عزة تصوير. أبو أنت تحب تولي كيما هذا؟ تحب تبدل اللوك نتاعك؟ شخص شخص فديت منه اللوك هذا أنا فديت منه. تكا صبح بلاك شد هكا. فوالا
نحي اللونات. نحي اللونات. فوالا سي بيان. حلي سوري. البس تي هل سبا. اطلق لي روحك. خرج صدرك البر. لا صدرك مش كتابك. صدرك. فوالا امبيكاب. تري بيان صدرك هكا البر شويه. يا ودي شنو مقوس؟ شنو مقوس كي يقولوا كي تخوص بمساعدون يا ودي شبيه؟ هكا شويه. تري بيان. شبه. شكون؟ اي وي شبه. بابا اي شبه البابا. انطونيو بانديراس. انطونيو اسمو وين يكور وين؟ وين يكور يا ودي؟ يكور في السينما هذايا في هوليود. شخص. سون بروبليم طوفي با خليها عليا انا. شعرك عندك خلاص؟ اي عندي خلاص. فوالا حط كل شيء قدام. très bien. ميرسي باهي طلع صبي سلوي سلوي خي صبي 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 فوالا واحدة برك تخي بيان هذيك تروح زري زري بدي تخي بيان اللونات عندك دي لونات باش نضرب فوالا اي هذي باهي هذي باهي يا ولدي يلبس قالوا تاع بنات تلبس فوالا تخي بيان تخي فوار منو امبيكا هذا اللوك ولا لا واحد شبي فوالا قبل خير عزة خير حاس روحي مانيش يح خبي هكا ذلك وقت تقولي بعد علاش عملت لك فماش لوك ولا قاعد يحيا كالعادة تحب باتشي واحد بالتليفون يا اخي ما عندك ما تسمع في حياتك انت يا ذهب وجهي انا على كل حال يا بابا كي مباتشي مباتشي صحيح حبيبتي على همك انت نهار كل طفيتك سليمه شنو صحيح؟ انا قاعدين نراو في الصحيح اي برا خدم برا الو شكون معايا؟ الو بصح الو اخ سلامو اي يعني هو صحة شريفتك عزيزي عرفني انا شكونك عزوزتي يا عزيزتي تهبل عليك عرفتني انا شكونك يعني بنت اللالي الصوت مش غريب عليا بنت اللالي عرفني انا سلسبيل اي بنت اللالي نعرفك انت عابر سبيله ما شاء الله ربي نور انا سلسبيل خليت نمرك من عند المالكي اي ما عندك المالكي يا ربي المالكي تلقى جي بنت اللالي اللي يخدم عند عمك جلولة اسمع ما برشا حس بحديك يا خنتي في القهوة لا انا بنت اللالي في الدار اني في الدار برشا حس واش عليك في القهوة ماني بنت اللالي عايش انا ويما وبي وعندي 18 اخو قديش 19 يقول لي سلا مبروك سلا فرحة عاز يقول لي سلا فرحة عاز شكونكم 19؟ فهمت اللالي يعني و 18 خو حاسينه تقتل بالدماغ هاني نقتل قتيني والله قتيني فهمت اللالي ما احلى صوتك ولا عاجبني حاسي متقطر بالنار والعسل اسمعني اسمعني ولا نقعدوا كان بالتليفون وكاو فهمت اللالي كي حتى انا باش نقول لك يلزمنا نتعرفوا على بعضنا بالقدر الكبير اهو اي نتقابلوا انا وياك لا نتقابلوا ليله ما بعد شقال الفتره ما ساعتين تاع ليل برشلونه يا نعرفك تفلك تهبل كشكوك بالهريسة وكاتين عظم مراو فهمت اللالي حاسي نقول لك حاجه قول لي ايدوني كي باش ناخذك نستعمل راديو التلفزه انت تقتل بالنهار لا علاش تستعمل فيهم نقابلوا اي نقابلوا بشويقه جيز يا عاد اخترنا بقعه ما احلى هي اي بقعه ما احلى بنارة
باساج انت باساج باهي باهي اسمعني انت اللي وقتاش وقتاش قل هاكا زاد عاد زاد وتو صغار الكل فهمت اللي فهمت اللي هذي سمعتها كيلكو باغ عشرين وخمستاش وخمسة وعشرين فهمت الليلية زيد الشيب والعيب يا سي جلول بعد وقت سي جده فهمت اللي تجيني ملتالي وتقول لي يا سي ابو العابد خرجت سي جلول لا هي بارتي بارتي شفت الجول هكا شفت ليش عاد الشيخ يخدم خطيبك ما يخدمش مالاش يعمل يعمل حتى شيء بل عنده الوقت الكافي باش يباتشي حاجات شنو يباتشي؟ يباتشيك انت مثلا فكيتش عليها تو قداش مره نقول لك راهي زهوة طل علينا من البيرو مانيش ناقصه مشاكل لا ماهيش طل علينا من البيرو مدام زهوة عندها حاجات اهم مني انا وانت عندها جلول مالك شو جبتك فيه جلول؟ لا لا نشكر فيك باترون هي جهوني يزيني بالدور كل حد يخدم خدمته وي باترون اقعد اقعد خذ كيف في تمشي بيوم الحمام تنقض حالتك قل لي ما عندك شيء مثل هذا تحكي على الهاري دافيتس بشوبر نتاعي قل لي نحكي لك الخرده اللي محطوطه قدام الباب القهوه تسجدت لي المطافوره نتاع المنظر عليه عارف تحب تسلفها من عندي؟ ماذا بيا؟ نو برافو نورمال اما تعرف تسوق من هاري دافيدسون؟ انا بسوق انا سقت زوين وثيران كيف كنت يا خلي شقلوفه مربوطه بطرف خلي في طرف حديد مو 10 الله يسامحك باترون هو الموتور بتاعي الهري بتاعي ولا طرف حديد في طرف تل هاي مش مشكله تخزي في خاطر اعطيني المفتاح هذا علاه باترون تحب تخزي موتوري ما عندك كهرباء يا راس الحب ماشي قضيه يلزم الكهرباء تقعد قدام القهوه هوني باش حتى حد ما يشعر بيا اللي انا مشيت وجيت هات المفتاح تو فهمت هات المفتاح عندك قضيه تحب تبطشيها وما تبطيكش لي دار صحيح هات المفتاح تفضل هذا ما هو الحلوبي يشر لي والسلسله اوتوماتيك هاي اوتوماتيك يزي من الريق والبوليتيك هاي هاي تعطيني ياك السيجورتا والكاسكا الخوذه لا فيها لا كاسكا ولا سيجورتا كعبلي عجيب كيفاش تسوق مالي نورمال لي انا زل مو نزقزق مع اللي زقزقوا نورمال سليم يا صاحبي يعطيك الصحة لاباس كي تشوف الفرتك اللي معاه يفتق ما يخيبش بالكل يا زازا ما يخيبش الرجل يذبح وانت تقول لي ما يخيبش هذيك اللي قالت خطيبها هذيك هو وانت صدقتهم مسرحية عاملينها باش يدخلوا يخرجوا كيما يحبوا أنا نقول لك نهارين برك عطيها وتجيك مطمطمة بالبكي وتقول لك شفت هاكا خاني وغدرني وطيشني ولوحني طفطف يزي بلا غيرة يزي بلا غيرة يا طفطف راهو عيب عليك انت حتى تشوفوا كيفاش يحكي معاها قسما عظما الرجل هبط على قلقيلو يمثل مال هاني نقول لك أنا ما تعرفش الرجال متاع اليوم نار من تحت الرماد يشربوا لك مخك ويسلبوا لك عقلك يا زازا ما نعرفش فانا مدرسه تعلموه الشيء هذا انت صار عليك الشيء هذا ذيك علاش تغزل وتحط بجنبك وصابري لك انا نغزل زازا لينا انا نعلمك اللي رجال كل تحت ساقيه وكان لزم خواتم في صوابعي ايش بيك وليت لي صدفه سيدنا سليمان خواتم يا سيدنا سليمان عنده خاتم واحد انت والله عندك اخواتك تتربع راس ما لقيتوش
شبيك تسمع فيه في الكلام زازا لباسة ونحلتك شبيه تحب تقرصني اليوم سمحني عندي ما نعمل في البوتيك متاعي شنو اللي عندك ما تعمل اقعد غادي وام فدلك عليك اي ما تفدلك المرة هذه الحق ام ببوسي زازا الحق اي ما تطيره ليش انا نقصدتك والله ماذا بيا نهبط على واحد بدمتك يقعد غادي